الدرس 18، جزء التمارين، الطرح دون احتفاظ، المرجع في كتاب التلميذ، صفحة 32. اقرأ العمليات وأجل الحسابات من اليسار إلى اليمين. نبدأ بالعملية الأولى ثم نواصل. اقرأ التمرين وأجب عن السؤال. أجر العمليات الآتية. أجري. أجري العمليات الآتية. أجري فعل الأمر من إجراء. أجري العمليات الآتية. أجري العمليات الآتية. صفر، تسعمائة وعشرة، سبعمائة. تسعمائة وعشرة ناقص سبعمائة. صفر ناقص صفر صفر. واحد ناقص صفر واحد. تسعة ناقص سبعة اثنان. مئة وثمانية وعشرون ناقص مئة وخمسة عشر. ثمانية ناقص خمسة اثنان ثلاثة. اثنان ناقص واحد واحد. واحد ناقص واحد صفر. ثلاثمائة وتسعة وخمسون ناقص مئتان وثمانية. تسعة ناقص ثمانية واحد. خمسة ناقص صفر خمسة. ثلاثة ناقص اثنان واحد. أربعمائة وستة وخمسون ناقص ثلاثمائة وعشرون. ستة ناقص صفر ستة. خمسة ناقص اثنان ثلاثة. أربعة ناقص ثلاثة واحد. خمسة وثلاثون ناقص أربعة وعشرون. خمسة ناقص أربعة واحد. اثنان ناقص ثلاثة ناقص اثنان واحد. تسعمائة وعشرة ناقص سبعمائة. مئتان وعشرة. مئة وثمانية وعشرون ناقص مئة وخمسة عشر. ثلاثة عشر. ثلاثمائة وتسعة وخمسون ناقص مئتان وثمانية. مئة وخمسة عشر وواحد وخمسون. مئة وواحد وخمسون. ثلاثمائة وتسعة وخمسون ناقص مئتان وثمانية تساوي مئة وواحد وخمسون. أربعمائة وستة وخمسون ناقص ثلاثمائة وعشرون تساوي مئة وستة وثلاثون. خمسة وثلاثون ناقص أربعة وعشرون إحدى عشر. يمكننا التأكد بالآلة الحاسبة. ثلاثمائة وتسعة وخمسون ناقص مئتان وثمانية. مئة وواحد وخمسون وهكذا. أنجز التمرين الثاني. أنجز العمودين العمليات الآتية. أولا نلاحظ شيء. ثلاثة ثلاثة تحتها ثلاثة. ثلاث أرقام تحتها ثلاث أرقام. لا توجد مشكلة. ثلاث أرقام تحته رقمين توجد مشكلة. نستعين بالأصفر المساعدة. ثلاث أرقام ناقص ثلاث أرقام لا توجد مشكلة. ثلاث أرقام ناقص
الوحيدين، ونعرفها الستة تحت السبعة. العملية الأولى 308 ناقص 206، 8 ناقص 6 2، 0 ناقص 0 0، 3 ناقص 2 1. العملية الثانية 678 ناقص 77، نستعين بالأصفار، نستعين بالأصفار لكن لا نضعها، نتخيلها. 8 ناقص 7 1، 7 ناقص 7 0، 6 ناقص 0 6، 400 ناقص 300، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 4 ناقص 3 1. العملية الأخيرة 897 ناقص 6، 7 ناقص 6 7 ناقص 6 1، 9 ناقص 0 9، 8 ناقص 0 8. التمرين الثالث، جد الأرقام الناقصة. هذا سهل لأننا في الدرس الطرح دون احتفاظ. نبدأ بالعملية الأولى، 8 ناقص 7 1، 9 ناقص ماذا تصبح 4، 9 ناقص 5 2 زائد ما لا شيء، 2 ناقص لا شيء تساوي 2. 8 ناقص 5 3، 0 ناقص 4 تساوي 5، 9. 5 ناقص زائد 4 تساوي 9، إذا الرقم الذي نبحث عنه هو رقم 9. هناك حيلة، أحول الطرح إلى جمع فأقول 5 زائد 4 تساوي 9، 2 زائد 0 تساوي 2، 1 زائد 7 تساوي 8. ماذا 6 ناقص ماذا 6 ناقص 0 تساوي 6، 8 ناقص ماذا لتصبح 6، 6 زائد 2 تصبح 8، 1 زائد 1 تساوي 2، 3 زائد 2 تساوي 5. الفيديو القادم نواصل مع التمرين الرابع وأبحث. إذن أحسنت في التمرين الثالث، الفكرة هذا طرح وحول الطرح إلى جمع، 1 زائد 7 تساوي 8. الدرس 18 الطرح دون احتفاظ، نواصل الآن الحلقة 121. أتمرنوا. نعم، اقرأ التمرين الرابع. التمرين الرابع، كان مع أيمن كذا كرية، لعب مع أصدقائه وخسر كذا في الاستراحة، في استراحة الصباح، ثم خسر كذا في استراحة المساء. ما هو عدد الكريات المتبقية معه؟ الفكرة هي نجمع 20. يوجد عمليتين،
أنا وجدة جهر، أريد أن أشارك معكم الفكرة. 20 + 18 ثم نجمعهم ثم نوقف العدد الذي وجدناه من 169. جيد جدا. 20 + 18 كم تساوي؟ 38. 38 معناها خسر 38. ماذا نفعل الآن؟ نوقف 38 من 169. جيد. العملية ما هي؟ عملية طرح. طرح ماذا من ماذا؟ أعطيني العملية، ماذا أكتب؟ أكتب 169 - 38 ونستعين بالأصفر المساعدة في عقولنا. 9 - 8 9 - 8 = 1 6 - 3 3 - 1 - 0 = 1. النتيجة هي 131. الخلاصة ما هي لهذا التمرين؟ بقي مع عدد الكريات المتبقية معه هي 131. 131 كرية. نعم. جيد جدا. التمرين أبحث مجموع 3 أعداد هو كذا، أحدهما كذا والآخر كذا، ما هو العدد الثالث؟ هل عندك فكرة؟ هل عندك فكرة للحل؟ نعم. تفضل بها. نستعمل الفكرة الذي فعلناها في التمرين الرابع. نجمع 214 214 + 7 ثم العدد الذي نجده نطرحه من 545 ثم نجد العدد الثالث. جيد. العملية الأولى ما هي؟ عملية زائد. نعم، ما هي العملية؟ 214 + 7. صحيح. كم تساوي؟ 4 + 7 نستعين بالأصفار بالصفرين المساعدين. 4 + 7 11. نكتب الواحد ونحتفظ بالله العشرة. 1 + 1 = 2 ثم 1 + 1 = 2 ثم 2 + 0 = 2. النتيجة هي إذن 214 + 7 = 221. جيد. ثم الآن 221 ننقصها من 545. صحيح، ولكن في الرياضيات كيف سأكتب هذا الكلام؟ العملية ما هي؟ عملية نقص. نعم، أعطيني جواب كامل كما التمرين السابق. 221 545 ناقص 221. جيد. كنت أتوقع أن تقول الصغير ناقص الكبير. أنت تختزل على نفسك الكلام وتقول الكبير ناقص الصغير. الكبير ناقص الصغير. الكبير ناقص الصغير. الكبير هو هذا والصغير هو هذا. هذا ناقص هذا. إذن الكبير ناقص الصغير عموديا وأفقيا. تحقق معي في هذا الكلام. 5 - 1 5 - 1 4 4 - 2 = 2 5 - 2 = 3. العملية صحيحة. إذن ما هي خلاصة معركة الحسابات هذه؟ دخلنا في معركة حسابات، ما هي الخلاصة الآن؟ الخلاصة هي العدد الثالث هو 324. وإذا قال لك كونان لا أصدق، ماذا تقول له؟ نتأكد بالآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة ها هي، كيف نتأكد منها؟ أولا العملية الأولى 214 + 7. لا، نستطيع أن نختصر الطريق. هذا زائد هذا زائد هذا يساوي هذا. نعم، 7 + 214 3 = 24. كم سأجد؟
545. معناه كلامنا صحيح، بارك الله فيك، أحسنت. انتهت صفحة الدرس هذه، الصفحة 23 انتهت. انتهى الدرس رقم 18، دروس أكملناها والتمارين أكملناها.